نستهل جولتنا عبر الصحف الصادرة اليوم ببلدان أمريكا الجنوبية بيومية باخينا دوسي، التي أفادت أن العملة المحلية البيسو سجلت مرة أخرى هبوطاً أمام الدولار على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأرجنتينية مؤخراً. وأضافت الجريدة أن العملة المحلية الأرجنتينية انخفضت أمس الثلاثاء لتصل إلى 77.68 بيسو للدولار الواحد، مشيرة إلى أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والحد من الارتفاع الحاد في قيمة الدولار أمام العملة المحلية. وإلى البرازيل، حيث أفادت يومية فوليا دي سان باولو بأن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدد دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية، وأعرب عن أمله في حضور حفل تنصيبه. وذكرت اليومية أن البلدين وقعا مؤخرا اتفاقيات تجارية، كما تعهدت واشنطن بتقديم مليار دولار لتمويل قطاع الاتصال بالبلد الجنوب أمريكي، موضحة إلى أن الأمريكيين يريدون قطع الطريق أمام شركة هواوي الصينية بالبرازيل. وفي البيرو، كتبت يومية لا ريبوبليكا أن رئيس البلاد مارتين فيسكارا حث المواطنين على منح أصواتهم خلال الانتخابات العامة المقبلة للمرشحين الذين سيعملون من أجل البلاد. ونقلت اليومية في هذا الصدد عن الرئيس قوله بأن الجميع يأمل في أن تفرز الاستحقاقات القادمة سلطات جيدة، لا سيما بعد منع أعضاء البرلمان الحالي والمنحل من المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة. وفي الشيلي، أفادت الميركوريو بأن وزير العلاقات الخارجية أندريس ألاموند شارك عبر تقنية الفيديو في الدورة 50 للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، مشيرة إلى أن ألاموند أكد أن بلاده تثق في قوة ديمقراطيتها ومؤسساتها وقدرتها على عزل المجموعات العنيفة التي تطمح إلى تحريف المسار الدستوري للبلاد. وأشارت الجريدة إلى أن رئيس الدبلوماسية الشيلية أشار إلى أن الحكومة تقود المسلسل الديمقراطي بممارسة صلاحياتها القانونية نحو ديمقراطية أكثر قوة ومجتمع أكثر تماسكاً.